رباب نجحت في صقل موهبتها الفنية لتتحول من فنانة تشكيلية إلى معلمة تمتهن تدريس الرسم بشقيه النظري والعلمي، وافتتحت هذا المركز الخاص الذي تحول إلى لوحة فنية كانت تطمح لها منذ الصغر. طبعا شوف، هي كانت موهبة من وانا صغيرة ان حابة يكون عندي مكان متخصص بالشيء هذا، وبرضو الحاجات اللي انا واجهت فيه صعوبات، كيف اني انا مش قادرة نتلاقى مع اصدقائي الفنانين، كيف اني انا مش قادرة نلقى مكان معين يكون مخصص بالشيء هذا. فدائما كان عندي حلم اني انا يكون عندي مكان يضم اكبر عدد من الفنانين، حتى سواء كانوا متخرجين من عندي او، وبرضو مش ضروري من جميع الليفلات، حتى ممكن ليفل معين يقدروا حتى ان هم يتلاقوا ونشاركوا مع بعضنا في ورش عمل. بات الفن التشكيلي من أبرز النشاطات التي تلقى اهتمام النساء في ليبيا، فهذا المرسم الصغير ورغم استهدافه لكلا الجنسين إلا أن الإقبال عليه أصبح مقتصراً على الفتيات فقط. ليش استهدفنا المرأة بس؟ لأن طبعاً في جروبات أكثر الناس اللي تحب الفن بصفة عامة، أو مش أكثر الناس تحب الفن، لكن نقولوا اللي جتني عندي أنا في المرسم كانت نساء يعني، ومنها طبعاً نسألوا المجموعة إذا كان حابين إحنا نضيفوا عنصر رجالي أو كي، ومرات يكون في رفض، فصعب إن إحنا نوافق على الحاجة هذه يعني. شغف الفتيات هنا بالفن التشكيلي وحرصهن المتواصل على ترجمة أفكارهن على هذه اللوحات التي كانت المرأة حاضرة فيها بكل التفاصيل ساعد كثيراً في أن يصبح هذا المرسم ملكاً لهن بعد أن كان متاحاً لكلا الجنسين.